طيب خلينا نروح بقى للتشكيل وطريقه اللعب، وخلينا نبدا ب كريم. طيب احنا ممكن نروح لطريقه اللعب على التاتش سكرين ونشوف ازاي فريق بايرن ميونخ بيطبق وهانز فليك بيطبقه ال 4-2-3-1. ونبدا طبعا حراسه المرمى، ما فيهاش اي ازمه وما فيهاش اي خوف. لا دي صعبه جدا، محدش عارف. نوير طبعا اكيد يعني كان في كوميكات كتيره كانت بتتكلم على نوير، ان اي حارس بيلعب قدام النادي الاهلي في كاس العالم للانديه بيعمل زي نوير، لكن احنا طبعا هنشوف مانويل نوير بنفسه في مونديال الانديه طبعا هنشوف طبعًا مانويل نوير اكيد. فطبعا نوير مش محتاجين نتكلم عليه، واحد من افضل حراس مرمى في العالم، وطبعا اكيد نقطه قوه كبيره عند نادي بايرن ميونخ. نروح للاثنين مساكين كانت اسلام، وهي النقطه اللي عايزين نقف عندها شويه. الاثنين مساكين هانز فليك في الفتره الاخيره عنده طبعا اصابات، ودائم التغيير في المركزين دول، ربما الثابت هو طبعا دافيد الابا. الابا اصلا كان باك ليفت وعنده مشكله، خلي بالك دلوقتي طبعا وهيمشي كمان وهيمشي اخر الموسم يعني بخلاف اصلا. بس تخيل ده هو ده المساك، افضل مساك في بايرن ميونخ حاليا، اللي هو كان بيلعب باك ليفت اساسا، هو كان باك ليفت وتم توظيفه من ايام جوارديولا، لما كان جوارديولا بيلعب بيت 3-4-3 وكان بيحط المساك يحطه على الطرف عشان يستغل السرعه ويقفل، وكانت الفكره بتاع جوارديولا كملت مع الابا انه كمل في مركز المساك، امر شبيه عندنا بايمن اشرف اللي كان اوريدي باك ليفت وبدا يخش احمد للمساك. المشكله بقى عند بايرن ميونخ في المركز الثاني اللي بيلعب جنب الابا، ان هو عنده الخيارات الثلاثه اللي عنده معديه 30 سنه وبطاء جدا جدا وتقال في الحركه. نعم. جيروم بواتنج وصول وخافي مارتينيز، وخافي مارتينيز اوريدي كان هاف ديفندر قبل ما في السنوات الاخيره يرجع يلعب المساك، وبالتالي هو ده المركز اللي عامل ازمه عند هانز فليك، وخلى كل الصحافه الالمانيه تبدا تكلمه على طريقه اللعب، لان انت فعلا كل الاهداف اللي دخلت في بايرن ميونخ، لك انت تتخيل كابتن اسلام في اخر 10 ماتشات من قبل اخر ماتشين بايرن ميونخ ما طلعش فيهم كلين شيت غير مرتين بس، وده طبعا رقم سيء جدا، ودخل فيه 7 اهداف منهم طبعا هدفين من فريق درجه ثانيه، واكيد ده امر هنتكلم عليه في الحالات اللي هتكون معانا بعد شويه. بالنسبه للباكات بقى، بافر طبعا الفرنسي والفونسو ديفيز الطلقه السريع اللعيب الكندي. نيجي للاثنين الارتكاز، كيميتش ومارك روكا، طبعا عشان اصابه جروتيسكا فغالبا هيبدا بمارك روكا، في اثنين لعيبه جالهم كورونا فاحتمال يبدا واحتمال لا. طبعا كيميتش ده واحد فيليب لام الجديد، وواحد من امتع اللعيبه اللي بحب اتفرج عليها جدا في بايرن ميونخ، لانه بيلعب في اكتر من مكان. كيميتش لعيب الارتكاز، بيلعب باك يمين، بيلعب ارتكاز، هو كمان يعني يعتبر اهم لاعب في التشكيله طبعا مع الرباعي الامامي، ولكن كيميتش ده هو عمليه الكونكشن، بيعمل عمليه الربط ما بين الدفاع وما بين الهجوم، هو اللي بيحول طريقه اللعب من 4-2-3-1 ل 4-1-4-1، وبيحول الفرقه دي، هو صانع الالعاب الفعلي من ورا. عشان تتاثر او تضرب البايرن لازم يكون في رقابه شديده على كيميتش، لان هو محور بناء هجمات بايرن ميونخ تحديدا. كيميتش واحد من اهم اللعيبه، وبرده هيبقى معانا فيديو للاخر ان هو بيعمل، بيوصل لدرجه ان هو اكتر لاعب عامل اسيستات في الدوري الالماني السنه دي كيميتش. نيجي بقى للثلاثة اللي تحت راس الحربة، طبعا توماس مولر واحد من احسن لعيب في العالم بيتحرك بدون كورة جوه منطقة الجزاء، هو يعني مهاجم عامل كده زي مؤمن زكريا لما كان، يعني مؤمن زكريا طبعا لما كان بيتحرك بدون كورة بشكل مميز جدا. توماس مولر واحد من احسن اللعيبة في العالم اللي بتتحرك بدون كورة داخل منطقة الجزاء. تمام. نيجي للأجنحة، طبعا جنابري وكومان، برضو في البداية برضو هنا في عملية تحضير الهجمة لبايرن ميونخ عندهم لعبة متكررة معاهم بقالهم من أول ما مسكهم هانز فليك، وهي إيه؟ دايما بيحضروا الهجمة ناحية اليمين، دايما بافار مع كيميتش مع جنابري مع بيضم عليهم توماس مولر، فبيبقى في رباعي في الجبهة اليمنى، يعني بافار طيب وبيضم عليه. ده نتكلم فيه أكتر، نعم. ده نتكلم فيه أكتر على نقاط القوة مثلا. في نقاط تحديدا يعني بيحضروا الهجمة ناحية اليمين، بيجمعوا اللعب ويروحوا رامين تمريرة طولية تغيير الملعب ناحية كومان اللي دايما بيبقى عامل ستريتشنج للملعب في آخر الملعب، دايما بيبقى لوحده. جملة بايرن ميونخ الشهيرة دايما في البطوله دوري ابطال اوروبا ان هم دايما بيجمعوا اللعب هنا وبيعملوا التمرير الطولي دايما لكومان اللي بيبقى فاضي اللي بيمتاز بالسرعه، طبعا بتتلعب له اللي بيرفع دائما ليفا او مولر اللي دايما بيتحرك في ظهر ليفاندوفسكي. البعض ممكن يشوف الطريقه برده 4-4-2 بتحول مولر جنب ليفاندوفسكي كمهاجم تاني. نيجي لسيرج جنابري، واحد من احرف اللعيبه واسرع اللعيبه. كومان لعيب سريع جدا ومهاري برده، ولكن عيبه ان هو الفينش بتاعه مش عالي قوي. طبعا نيجي للسفاح اللي قدام ليفاندوفسكي، وده اخذ هداف الدوري الالماني 5 مرات،
يعني واحد من احسن المهاجمين او ممكن يكون احسن مهاجم في العالم ليفاندوفسكي. فالتشكيله طبعا اوراق هجوميه قويه جدا. كان كريم اتكلم عن نقطه حلوه جدا اللي هي في الدفاع عندهم مشكله واضحه جدا في قلبين الدفاع. دايما هم اسلوب الضغط عندهم الضغط العالي، بيعملوا ضغط عالي على المنافس بمولر، بيضغط بيمنعوا زوايا التمرير على المنافس، فبيبقى عمليه ضغط عالي دايما اسلوب الضغط العالي اللي بيستخدموه. ولكن بيلعب دايما دفاع متقدم. الدفاع المتقدم ده او الدفاع العالي، الدفاع العالي ده هو اللي هو اساس مشكله بايرن ميونخ، اللي هو الدفاع اي تمريره طوليه بتضربهم. يمكن الرقم ان هم من 24 اكتوبر لغايه 20 يناير 11 مباراه متتاليه في الدوري الالماني بايرن ميونخ ما خرجش بولا مباراه شباك نظيفه. طيب.